السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حروف الجر أون وإن وآت، عنوان الدرس النهاردة إن شاء الله. هنبدأ بحرف الجر إن. حرف الجر إن بمعنى فيه، هيجي مع الشهور زي ما أقول إن أبريل في شهر أبريل اللي هو شهر 4، إن ماي في شهر مايو، إن جولاي في شهر 7 اللي هو شهر يوليو، مع فصول السنة زي إن وينتر في فصل الشتاء، إن سمر في فصل الصيف، مع القرون زي ما اقول in the 20th century في القرن العشرين، كلمة century اللي هي بمعنى القرن، قبل السنين زي ما اقول in 2000 سنة 2000، in 1998 في سنة 1998، in 1879 في سنة 1879. حرف الجر ان برضو بيجي مع كل اجزاء اليوم ما عدا كلمة night اللي هي بمعنى الليل. أجزاء اليوم اللي بيجي مع حرف الجر إن اللي هي in the morning في الصباح، in the afternoon في الظهيرة أو في بعد الظهر، in the evening في المساء. بيجي مع الفترات الطويلة زي ما أقول in the past في الماضي، in 3 years في ثلاث سنوات، in the holidays في الأجازات. ويجي أيضا قبل الفترات قبل حدوث حدث معين زي ما أقول in 10 minutes في خلال 10 دقائق. يبقى هنا هيبقى معناها في خلال 10 دقائق سيصل القطار مثلا. يبقى هنا قبل فترة زمنية أو قبل حدوث حدث بفترة زمنية. in 2 days في خلال يومين سأنهي الامتحانات مثلا. أما حرف الجر on بيجي مع أيام الأسبوع، هنا برضو معناه فيه زي ما أقول on Monday في يوم الاثنين، on Sunday في يوم الأحد. بيجي مع أيام زائد أجزاء اليوم زي ما اقول on Tuesday evening في يوم الثلاثاء او مساء يوم الثلاثاء، on Saturday morning في صباح يوم السبت، ويجي مع التاريخ زي ما اقول on the 3rd of November في الثالث من نوفمبر اللي هو يوم الثالث من نوفمبر. يبقى كده بيجي مع ايام الاسبوع وايام في التاريخ برضو. حرف الجر on بيجي برضو مع الايام المميزة زي ما اقول on my birthday في عيد ميلادي، on Christmas day في يوم الكريسماس. وبيجي مع التعبيرات الآتية on holiday في أجازة، on time في الوقت المحدد، on a sunny summer day في يوم صيفي مشمس، on duty في العمل، on a warm day في يوم دافئ، أو go straight on اذهب مباشرة، go straight on اذهب مباشرة. هنا جاي بعد التعبير go straight بمعنى اذهب مباشرة أو اذهب في شكل مستقيم. حرف الجر at بيجي مع الساعات زي ما اقول at 6 AM في الساعة 6. يجي مع اوقات محددة في اليوم زي ما اوقات محددة عموما، او ممكن اقول مع التعبيرات الاتية at the weekend في عطلة نهاية الاسبوع، at the moment في تلك اللحظة او في هذه اللحظة، at night في الليل، at dawn في الفجر، at midnight في منتصف الليل، at midday في منتصف النهار، at noon في الظهيرة. بعد كده حروف الجر الخاصة بالمكان، وهي in front of أمام، in front of أمان أمام، between بين، between بين، next to بجانب، between طبعا بين مميزة بيجي معاها اللي هي and، و نقول مثلا بيتي يقع بين المسجد والمدرسة، ويبقى and. next to بجوار، next to بجوار او بجانب، opposite مواجهة في مواجهة او مقابل، opposite في مواجهة او مقابل، behind خلفة، behind خلفة، above فوق، above فوق، on the corner على الركن او على الناصية او على الزاوية، on the corner على الركن او على الناصية، near بالقرب من، near بالقرب من. بالنسبة لحل الاسئلة على الحروف من كتاب جيم ان شاء الله اللي هو المنهج الجديد صفحة 29. السؤال الأول the woman's clothes shop is next to at the jewelry shop، محل ملابس السيدات يوجد next ايه بالنسبة لمحل المجوهرات؟ next بيجي بعدها حرف الجر تو، يبقى تو الإجابة نمبر سي. بالنسبة للنو بروبوزيشن اللي هي لا يوجد حروف جر قبل التعبيرات الآتية، next week ما يوجبش قبلها حرف جر، او next year او next month، last night last month، this morning this month،
every day أو every night أو every وراء فترة زمنية today اليوم tomorrow غدا yesterday أمس يبقى دي ما جيبش قبلهم حرف جر. ناخد كمان حل إن شاء الله من كتاب جيم من صفحة 30 على حروف الجر تعبر تدل على المكان. السؤال الأول I usually get up space half past eight. half past eight اللي هي الساعة 8:30 الساعة بتاخد حرف بتاخد at اللي هي الإجابة نمبر